السؤال التالي: هل يمكن استخدام كارت الفيزا كارد المخصص للبيزنس لمصاريف خاصة للعائلة، علما بأن الزوج هو المالك الوحيد للبزنس؟ ويقول السائل: وجه الشبهة، ما يتضمنه هذا الموقف أو هذا التعامل من مخالفة للقوانين والإجراءات المالية المتبعة في هذا البلد؟ ثم يردف السائل فيقول: علما أنه كما لا يخفى ليس كل ما هو قانوني يعد حلالا شرعا، وليس كل ما يعتبر غير قانوني يعد حراما شرعا، لما تعلمون في شرعية قانونية موافقة للقانون وشرعية إسلامية موافقة للكتاب والسنة. ويسأل هذا السؤال. الجواب عن هذا: لا شك أن من البدهي أنه ليس كل ما أبيح قانونا يكون مباحا شرعا. طبعا لقد أبيح الشذوذ الجنسي وزواج المثليين وهو محرم في جميع الملل، لقد أبيحت الخمر وأبيح لحم الخنزير، وتحريم ذلك شرعا مما لا يختلف فيه ولا يختلف عليه، وفي المقابل جرم التعدد وقد جعل الله إباحته قرآنا يتلى. في فرق بين الشرعية القانونية موافقة القانون والشرعية الإسلامية مخالفة الشرع. ولا يخفى أنه لا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله. هذه المخالفة التي تتحدث عنها يا رعاك الله مخالفة إجرائية قانونية، ولا ينبغي أن ينسب إلى المشايخ أنهم يفتون الناس بجواز مخالفة القانون في هذا البلد، خاصة فيما يتعلق بالشؤون المالية التي تشبه شؤون أمن الدولة في الشرق. ولا ينبغي للمستفتي أن يستنطق مشايخه بذلك، ليصبح بعد ذلك حديث الناس في ميديا لا ترحم. والعاقل من عرف زمانه. لعل في الأمن متسعا من الناحية النظرية البحتة، لكن إذا نظر إليه في إطاره الزماني والمكاني وفي ضوء ما احتف به من بساط حال، ربما كان القول بمنعه هو الأرجع والأقرب تحقيقا للمقاصد الشرعية، ليس لحرمته في ذاته وإنما باعتبار مآله ودفعا لمفاسد أخرى قد تنجم عنه. وقد يكون الشيء مشروعا في ذاته وينهى عنه باعتبار مآله، وقد يكون الشيء ممنوعا في ذاته وتكون الرخصة فيه باعتبار مآله، فيكون المنع في هذه الحالة من باب السياسة الشرعية إذا لم يكن من قبيل الديانة المحضة والأحكام الشرعية التكليفية البحتة. والله تعالى أعلى وأعلم.